أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز أن يعق الإنسان عن المولود الذكر بشاة واحدة؟ وهل عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما بشاة واحدة؟ لا، لورد أنه عق عن كل واحد بشاتين، فالذكر يعق عنه بشاتين والأنثى بشاة واحدة، وهذا من المواضع التي فيها تكون فيها الأنثى على النصف من الذكر، في العقيقة، في الميراث، في الشهادة، وفي الدية أيضا. نعم.